النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلصوا الطريق وداخلين بقى على المدينة، بس قبل ما يدخلوا المدينة قعدوا 4 أيام في قباء اللي كانت ساعتها على أطراف المدينة. في واحد بقى اسمه عمار بن ياسر وصل قباء وقابل النبي، قال يا رسول الله أفلا نبني هنا مسجدا؟ يا جماعة مسجد قباء اقتراح شاب عنده 22 سنة اللي احنا بنصلي فيه لحد دلوقتي، يا سلام على المبادرة. عمار بيعلمك حاجة مهمة في الحياة، اوعى تروح مكان وتسيبه الا لما تسيب فيه اثر. تعال نشوف كده الاستعدادات جوه المدينة. شباب المدينة بيألفوا اغنية لاستقبال النبي وبيحفظوها للناس، والناس بتشتري هدوم جديدة، والاباء بيحفظوا ولادهم هتقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيل بقى الاغنية؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. انتوا متخيلين بقى المدينة كلها على قدم وساق مستنية اول ما هتشوفوا؟ اصلهم كلهم ما شافوهوش قبل كده الا المهاجرين. تخيل لو انت من الانصار واول مرة هتشوفه وقلبك بقى بيدق كده، ها جه ولا لا؟ هو قعد 4 أيام في قباء، كل يوم اهل المدينة يخرجوا من الفجر يروحوا للحرة الشمالية اعلى المدينة، الدنيا حر، يقعدوا لغاية الظهر ويرجعوا. اليوم الرابع راحوا الصبح ورجعوا الظهر، راحوا ورجعوا لبيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل العصر، هم مش عارفين ان النبي لا يمكن يدخل في وقت صعب، هيدخل العصر علشان يكون الجو حلو، عشان دي من نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى اللحظة، فجأة المدينة كلها خرجت، ابواب بتتفتح، شباب بيطلع، ستات بتطلع، ناس ماسكة جريد النخل وطلع بيه، ولاد لابسة هدوم جديدة وطلع تجري من كل مكان، طلع البدر علينا، سامع الأغنية. تخيل المشهد، كله بيجري على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يمسك الناقة ويبص ويقول له أشهد أنك رسول الله، واللي يمسكها ويقول له أنا بحبك يا رسول الله، واللي يقول له أنا مسلم من المدينة يا رسول الله، واللي يقول له تعال بات عندنا يا رسول الله. ايه الحب ده؟ ايه الحب ده للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يا جماعة انا افهم ان الناس تقابل البني ادم مرة واثنين وثلاثة وبعدين يبدأ الحب، لكن يبدأ الحب من اول لقاء بالشكل ده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.